قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز حالة بماهر الصحي بمنطقة المحرق. جاءت هذه الزيارة للوقوف على مسجلات تطبيق برنامج التسيير الذاتي وتقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة ضمن 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وقد استعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة مسجلات العمل في مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية الذي يطبق حاليا بصورة تجريبية في محافظة المحرق كمرحلة أولى، ومن ثم سيعمم تباعا على جميع محافظات المملكة، وبما يكفل حرية الاختيار والاستدامة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة أن مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافقا مع برنامج الحكومة وتجسيدا للأهداف المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتنفيذا للمبادرات الوطنية الرامية للاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة. واطلع معاليه خلال الزيارة على مختلف أقسام المركز، والذي يعد مركزا نموذجيا يبعث على الفخر والاعتزاز بما بلغته الخدمات الصحية في المملكة من تطور كبير. الحقيقة احنا نطبق مشروع الضمان الصحي بالنسبة للمراكز الصحية في البحرين، والحقيقة احنا في تقريبا كل اسبوع عندنا جولة في المراكز الصحية اللي نطبق عليها النظام، وان شاء الله احنا بادين في المحرق، وان شاء الله احنا في طور الحين المحرق تقريبا نخلص الموضوع ونطور، يعني بس مجرد ان نوزع الناس على الاطباء ونبتدي بشكل فعلي، وبننتقل مرة ثانية الى محافظة ثانية اللي هي المحافظة الشمالية، لكن يعني بعد يبي لها كثير من الوقت عشان نضبط كل الامور فيها، يعني الحين بنوزع الناس على الاطباء، لكن في اشياء كثير نشتغل عليها، مكافآت الاطباء ويسمونهم يعني نصيب الفرد حق كل طبيب وكل مرضات، هاي كلها نشتغل عليها ان شاء الله، يعني واحنا نمشي بتطور مسألة تطبق اول باول في الجسم، ان شاء الله بيكون يعني له مردود حسن على المراجعين وعلى الاطباء. والمبدأ دائما هو مسألة حرية اختيار بالنسبة للمريض، هو أن يلاقى أحسن معاملة وأحسن علاج. تأتي الزيارات الميدانية لمراكز الرعاية الصحية الأولية للوقوع على التجربة والتطبيق التجريبي للتسيير الذاتي، وأيضا تطبيق برنامج اختر طبيبك في عدد من المراكز الصحية وهي في محافظة المحرق، ومن ثم طبعا سيتم تطبيق التطبيق أيضا في عدد محافظات اللي هي المحافظة الشمالية بعد محافظة المحرك، والوقوع على مدى الالتزام بالخطة التنفيذية والخطة الزمنية، وما هي الأمور اللي ممكن القيام بها لتحسين جودة الأداء ومن ثم ينعكس على صحة المواطن وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقيق الأهداف المنشودة من استراتيجية التطبيق الذاتي والتسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية.